بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نواصل حديثنا بحول الله وقوته في بحث الكبر، ونتكلم إن شاء الله عن نقض العهود والمواثيق التي أخذها المستكبرون على أنفسهم، فهم ينقضونها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. بكبرهم أخذوا على أنفسهم شرطا وميثاقا، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فلهم مراحوا واتبعوا اليهود والنصارى وقرأوا في كتبهم واتبعوا التنزيل الذي مع اليهود، التوراة والإنجيل مع النصارى، لكنهم لم يصنعوا ذلك، فهم كذب في الأول والآخر. ولما جاء النبي بكتاب الله كذبوا به وكذبوا بما جاء معهم الكتاب. فدائما المستكبر يعني مستكبر من قبل عهده ومن بعده، فهم مشركون مستكبرون بغاة من قبل ومن بعد، ده خلقهم. ولذلك احنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن ان لو عندنا احنا هناك تنزيل إلهي بتفصيل الفقه، وعلمنا ذلك في عند بني إسرائيل لما الحق تبارك وتعالى بيقول لنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وعرفنا أن الربانيون والأحبار دولت بينفروا لطلب الفقه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، لأن كل واحد جاي بفقه بمسائل من أهل بلدته ومن أهل قريته ليسأل الإمام، فبينقل لكل الناس كلام الإمام وفقه الإمام، لأن الفقه في ميزان الله من عند الله، البيان والتفسير والتأويل من عند الله. دي النقطة الفاصلة الهامة جدا. فبنقول للناس دولت لو يعني في فقه من عند الإمام، وده شيء بيوحى إلى من للإمام من عند الله عز وجل، هل هم آمنوا بهذا الأمر من قبل؟ يعني آمنوا إن فعلا آل محمد عليهم السلام هم سفينة النجاة؟ هم آمنوا أن آل محمد عليهم السلام هم أمان لأهل الأرض؟ هم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم من اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، العصمة من الضلال كتاب الله وعترتي لا يفترق حتى يرد عليها الحوض. وهم من أول من النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قيام الساعة، هي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي، ثم من بعده آل بيته عليهم السلام. هل هم آمنوا بهذه القضية؟ لا، ده هم كانوا دائما في صف المقاتلين ليهم. يعني لما نشوف حال الناكثين والقاسطين والمارقين مع مولانا أمير المؤمنين، هنجد الناس دولت هم الامتداد الطبيعي لأمير المؤمنين عليه السلام والعصر الخلافة، ولا هم الامتداد الطبيعي للناكثين والقاسطين والمارقين اللي هم المقاتلين لخليفة الله؟ يعني هؤلاء الناكثين والقاسطين والمارقين دول كانوا، الناكث ده كان أخذ عهد على البيع والسمع والطاعة ثم نكث، القاسط ده هو العادل عن هذا الأمر بالكلية، المارق ده لا يؤمن أن في الأرض خليفة أصلا يتبع ويطاع، ده الخلافة دي إحنا بنختار من نفسنا كده أو من بيننا كده من نراه أهلا لهذا الأمر، ممكن يبقى إمامنا النهاردة وتاني يوم واحد واحد تاني أو نقتله إلى آخر، فده المارق ملوش في المسألة دي، ملوش ربقة خالص، بيحطش في عنقه ربقة وتلاقي لأي حد. ثلاثتهم هؤلاء الناس جميعا بغاة مستكبرون على آل محمد عليهم السلام. يعني كان الخروج على هذه الخلافة وقتلها والمروق عليها
وذهابها حيث تذهب عن الوجود كان ده مقرر أنه هو حق عندهم. فهل ينتظر من هؤلاء لو استبان لهم الحقيقة دي أنهم يتبعوها؟ تعالوا نشوف السنة الإلهية في هذا الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا عرفنا في المرة اللي فاتت ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لهم أنهم أهل الكتاب، اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ودول عرفنا في المرة السابقة أنه دول كانوا مستكبرين أصلا، كانوا الامتداد الطبيعي للمستكبرين على النبيين في زمن موسى وفي زمن إبراهيم وفي آل إبراهيم عليه السلام. فربنا بيقول لهم إيه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. ونعرفنا ليه الغضب على غضب؟ لأنهم أصلا من الأساس بغاة مستكبرين، هم الامتداد الطبيعي لمن كانوا من أهل البغي. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد يعني صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، احنا نؤمن بالتوراة اللي بين يدينا او بالانجيل اللي بين يدينا، ويكفرون بما وراءه اللي هو نزل على محمد وهو الحق مصدقا لما معهم. هم لو كانوا فاهمين اللي نزل عليهم وشافوا نزل على محمد هيلاقي هذا مصدق لهذا، فيبقى ده من عند الله يقينا لان ما صدق الحق وافقه كان حقا وهو الحق مصدق لما. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ دي محل الاحتجاج بقى واحنا بنتكلم دلوقتي. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ الله، هم اليهود اللي كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في هذا الوقت كانوا قتلوا الأنبياء، كانوا قتلوا الأنبياء يعني، وهم دول اللي قتلوهم. ولما سمعوا الحق منهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ هل هم دول المكذبين القاتلين؟ أبدا، ده ما كانش موجود أنبياء من بني إسرائيل في هذا الوقت. الله، إما ربنا اللي بيخاطبهم بيقول لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ده بيخاطب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بما وقع من أسلافهم فيما بعد موسى عليه السلام وما بعد إبراهيم عليه السلام لما كذبوا من أرسلهم الله بالتأويل والبيان والحكم. ودي مسألة فصلنا عدة مرات من قبل. فإزاي ربنا يخاطبهم بهذا الخطاب؟ لأنهم كانوا هم الامتداد الطبيعي لهؤلاء الخارجين على خلفاء الله. طب هو لما يكون إنسان الامتداد الطبيعي للخارج على خليفة الله يحاسب على ذنوب من سبق؟ نعم. شوفوا كده في سنن البيهقي: إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض وكان من شهدها، وكان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. يعني اللي يشوف المنكر وينكره ويكرهه كأنه ما حضروش رغم أنه هو مش قادر يغيره، بس هو ده غيره بقلبه وكرهه، فكأنه ملوش في الأمر ده إثم على الإطلاق. ومن غاب عنها، عن هذا المنكر وعن هذه الخطيئة فرضيها كان كمن شهدها. رواية تانية برضو في سنن البيهقي: من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها فكأنما حضرها. يبقى العبرة بالإيه؟ بالضمير والقلب والنية. إذا أنكرت المنكر من الناس اللي بيصنعوه في زمني وأنا عايش معاهم فده كده أنا برئت. إذا أيدت وأنا ما كنتش حاضر سواء كان في زمني أو في زمن غيري، كنت بتقتلوا أمير المؤمنين اللي أنتوا عارفين أنه هو الخليفة الرابع زمن الخلافة اللي هي على منهاج النبوة في عقيدتكم، يعني أنتم تؤمنون تمام الإيمان بهدم الخلافة اللي هي على منهاج النبوة. اللي انتوا لما بتسمعوا اي حد بيغلط في الخلفاء او بيخطئهم او بتقولوا ده كافر على طول خارج من الملة، فما بالكم بمن قاتله واستحل دمه؟ انتوا زيهم تماما اهو.
هي غابت عنكم انتوا ما حضرتوهاش، بس ما انكرتوهاش. ده انتوا بتقولوا دول كانوا على الحق، ودول كانوا على الحق، واحنا سبق ان احنا اتكلمنا في المساله ديت وعرفنا تماما ان هذه فريه على الله عز وجل. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق امام الحق، الحق ياتي ليزهق الباطل، انما مستحيل ان في حق يصارع حق، هذا كذب وافتراء على الله عز وجل. وبدل ما كنتوا تسكتوا كان اكرم، يعني زدتم البلة طين فجعلتم الحق يصارع الحق، اللي هو ربنا قال فيه واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ده هو اللي بينفع. عمر ما كان الباطل ضار ابدا، عمر ما كان الباطل مزيل عمر ما كان الحق مزيل للباطل ابدا. الحق لا يحارب الا الباطل، انما الباطل يحارب الباطل. نعم، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده بما فيه الكفايه في الحلقه السابقه. فاذا هم لا ينكرون عليهم ذلك ولا يؤثمونهم، لان لو اثموهم هيقول عليهم ايه؟ ان انتم بتطعنوا في الصحابه. وبالتالي ايمانهم بهذه القضيه أغلب من إيمانهم بكتاب الله الذي قرر أن الحق ليس له صراع قط إلا مع الباطل. الحق لا يصارع الحق أبدا، ده هو كان حقا لكونه يصارع الباطل بس. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لأن ما دام في جاء حق يبقى الباطل يزهق، لا يمكن أبدا أبدا الحق يزهق حقا، معاذ الله، حاشا لله. فإذا أنتم الامتداد الطبيعي لهؤلاء الناس، فبتحملوا أوزر، يعني كل واحد منكم كان بالضبط كده في جيش طلحة اللي خرج، وطلحة والزبير وعائشة اللي خرجوا من المدينة يحاربوا أمير المؤمنين في العراق. يعني أمير المؤمنين كان موجود في العراق في هذا الوقت، هم خرجوا يقتلوه بزعم أن هم بيطلبوا منه بيطلبون ثأر عثمان، يعني بينما كل الأحداث التاريخية بتشهد أن كانوا هم المتواطئين على قتله. كانت السيدة عائشة بتقول اقتلونا عسلا فقد كفر، ورغم ذلك لما قتل وأصبحت الشبهة تحوم حول أمير المؤمنين ومن معه، طلعوا على طول عشان يحاربوهم، وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم الناكثين الذين نقضوا عهدهم مع أمير المؤمنين بعد أن بايعوه ودانوا أنفسهم له بالسمع والطاعة، فخرجوا وصنعوا ما صنعوا. والإمام عليه السلام لما رحلوا ما قتلهمش، حتى قتلوا من جنده ما قتلوا، فرد عليهم العدوان وكأنهم سواء، يعني ما فيش فضل بين أي منهم، عملهم كذلك في بادئ الأمر. إلا إنه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فرد عليهم العدوان بمثله عليه السلام. فأنتوا أكيد بهذا التعريف اللي احنا وضعناه الآن، زي ما النبي شوف بيقول إيه، إذا عملت الخطيئة في أرض وكان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. انتوا رضيتوا من هؤلاء الناس هذا الفعل، لم تقبحوهم. انتوا بتقولوا حتى مثلا خرج طلحة رضي الله عنه، والزبير رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها ليقاتلوا علي رضي الله عنه، فقتل الله عن هاتين رضي الله عن طوائف بيصارع بعضها البعض ويقتل بعضها البعض. رضيتم الله عن أمر لا يرضى الله عنه، أتعلمون الله بدينكم؟ أكن ربنا يرضى أن يلتقي المسلمان بسيفيهما؟ معاذ الله. وإن كان النص ده ما ينطبقش على مولانا أمير المؤمنين وعليهم، اللي بينطبق على أمير المؤمنين وعليهم إيه؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، دول كانوا بغاة، فقاتلهم الإمام عليه السلام بأمر من الله. أما إذا التقى المسلمان بسيفيهما ده يقال فين؟ في الزبير، في عبد الله بن الزبير، وما صنعه مع بني أمية، وما صنعه بني العباس مع بني أمية، دول كانوا بيتصارعوا على ملك ليس لهم. إنما أمير المؤمنين كان بيصارع على ملك كتبه الله له،
ولآل بيته. فطبعا انتوا بهذا الشكل انتوا كنتوا الامتداد الطبيعي لمين؟ كنتوا انتوا الامتداد الطبيعي لهؤلاء الناكثين والقاسطين والمارقين، انتوا لاحظتوا نفسكم في هذا الصف. بينما نجد ان شيعة آل البيت اللي نصروا الامام عليه السلام هم الامتداد الطبيعي للخلافة اللي كان فيها امير المؤمنين عليه السلام، الطائفة المظلومة اللي دايما بيعتدى عليها، الطائفة التي أسلمت لله مع آل البيت، هم دول الامتداد الطبيعي لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. طيب إيه الجريرة الكبرى اللي وقعت على الأمة من جراء هذا الاعتقاد المروع؟ بسميه اعتقاد مروع ليه؟ لأنه أحدث فسادا لا مثيل له. إزاي؟ تلاقي دايما اللي بيحملوا السلاح في هذا الزمان على المسلمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روي ذلك في صحيح مسلم في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أصبح بهذه المفاهيم، ما احنا بنقول معاوية رضي الله عنه قاتل علي رضي الله عنه وهذا له أجران لأنه أصاب، وهذا له أجران لأنه أصاب، وهذا له أجر لأنه أخطأ. أصبح كل مقاتل لأخيه مأجور، وكأن اللي عاوز يعني ياخد حسنات من حيث لا يدري ولا يحتسب يخرج على المسلمين فيقتلهم. يا ترى أنتم منتبهين للشيء البشع هذا أم لا؟ يا ترى منتبهين للقضية دي ولا؟ ده واحد اهوت بيعمل عمل، ده أصاب فله أجران وهذا أخطأ. الخارج القاتل هذا اللي خارج على الناكث والقاسط والمارق وكل من يقتل أهل الإسلام ده له أجر كذلك. فدي أصبحت عقيدة. هل يا ترى الناس اللي بتعلن الجهاد المسلح على المسلمين دول ما هو ده المرجعية الأساسية لهم في أحداث التاريخ لتبرير قتالهم للمسلمين، اللي هي البلية اللي احنا بنئن منها في كل أرض وفي كل زمان عبر التاريخ وفي كل أرض وفي كل بقعة من بقاع الإسلام، الجريمة الكبرى والمغلطة العظمى والعياذ بالله اللي مليئة بالزور والبهتان والإفك والشر والكذب، إن في جهاد بين المسلم والمسلم. الجهاد اللي ربنا شرعه للمسلمين ليدافعوا به عن أنفسهم، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، حتى ما بتعتديش على حد، لكن احنا بنقاتل من يقاتلنا من المعتدين. أصبحنا الآن بهذا المنهج يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، مش ده المفهوم اللي احنا عملناه؟ يعني المسألة ده هي بررت تبرير كامل صراع المسلمين بعضهم مع بعض. والعلماء اللي فيها بيعتبروه خارجي ومارق، يعني بيعتبروه من الخوارج المارقين وبيبيح دمه، فهو بيبرر قدام العالم كله. والله هو أنا لما أجي أروح أحارب الدولة دي مثلا وأحارب حكامها، يعني هو أنا حكون مخطئ في كده ولا إيه؟ هو عبد الله بن الزبير مثلا لما خرج على الأمويين بتروه كافر أو بتروه فاسق أو بتروه مارق؟ طبعا هو كده بيلقيمهم حجر، لأن هي عقيدتهم فعلا عقيدة هذه البلاد إنها بتقول إن عبد الله بن الزبير لما خرج على الأمويين كان محقا، لأن الصراع على الملك ليس فيه شيء، لأن هم قاموا كذلك بالصراع على الملك، النظرية البشعة دي. فالصراع على الملك ده عمل إيه في الأمة؟ أباح لأهل الإسلام أن يقتل بعضهم بعضا. ولذلك صمم أصحاب هذا الملك وأصحاب هذه النظرية، صمموا تماما أن لازم يكون الصحابة، لأن ملكهم قام بذلك، ملكهم قام على أنقاض ملك مسلم آخر، يعني خرجوا على خلافة معينة وكفروها وسفهوها وخرجوا وقتلوها
واعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، هم أهل الإسلام ودول أهل الكفر، بينما دول مسلمين ودول مسلمين. أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من صلى في قبلتنا وأكل من ذبيحتنا؟ أين هم من ذلك؟ وكلهم ناس مسلمين بيصلوا في القبلة وإلى بيت الله الحرام، وكلهم بيأكل بعضهم ذبائح بعض، بيسموا الله بسم الله الرحمن الرحيم على ذبائحهم، حتى اللي ما بيسميهاش من باب تقوى الله والخوف من الله بيسميها من باب بركة الله على الذبيحة فيبارك له فيها. فقل لها أمة بتذكر اسم الله على ذبائحها. فإمتى استحلتوا دماء المسلمين؟ بمثل هذا المنطق. ولذلك اتحطت نظرية المرعبة اللي احنا اتكلمنا فيها وبيناها من قبل، ليه هم صمموا ان الصحابة كلهم ثقات؟ علشان يبقى اللي خرج على الخلافة وقاتل عشان يبقى الناكثين والقاسطين والمارقين ومن استحلوا دماء المسلمين عبر التاريخ مسلمين وعندهم بينة. وإلا لو قلت لهم لا ده قتال المسلم ده جريمة كبرى، ده جريمة كبرى، ده أعظم الذنوب الدماء، فإزاي ده حرمة دم المؤمن أعظم من حرمة بيت الله الحرام، إزاي أنتوا استخفيتوا كده؟ يقول لك لا، يعني أنت عايز بقى تدين الصحابة في الموضوع، يقول لهم أن دينهم ونخطئهم، يقول ده كلهم ثقات. مين قال لك أن الثقة، مين قال لك أن الثقات يصنعون مثل هذا ويخرجون مثل هذا الخروج؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وإحنا بينا بالدلائل القاطعة أن هذه يعني شيء وضع هكذا بغير حق، أن الصحابة كلهم ثقات، فأثبتنا بطلان هذه القضية بالكتاب وبسنة رسول الله وبشهادة الصحابة أنفسهم، أثبتنا بطلان هذا الأمر تماما. عرفنا ليه هم مصممين إنهم يفضلوا على هذا الأمر ويقولوا إن الصحابة كلهم ثقات، ليه؟ عشان يبرروا قتلهم للإيه؟ للمسلمين، ويصرعوا على الحكم ويغتصبوا ملك غيرهم وتغير دولة على دولة عشان تضمها ليها وتصبح دولته أوسع. هذا المغتصب هو لا حق له في الملك، ويأخذ من رجل لا حق له في الملك ويبرر هذا القتل، ولما حد يكلمه يقول له ازاي بتعمل كده، يقول لك ما الصحابة كان بيقاتل بعضهم بعض، يقول له ما ده خطأ، يقول لك لا ده الصحابة كلهم ثقات. فأصبح من هنا قتل المسلمين بعضهم لبعض هو الايه؟ هو الصواب. واللي أعان على ذلك قضية أن الصحابة كلهم ثقات لأنه لم يصدر منهم خطأ. فقولوا بالله عليكم هنخلص من الجريمة دي ازاي واحنا مش قادرين نخلص منها؟ ما انت بتبقى قدام امرين، يا تقول لهم ان الصحابة اخطأوا، ولو قلت لهم ان الصحابة اخطأوا تبقى انت بتهدم الاسلام، لان دول اللي حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عارفين كويس جدا ان الصحابة اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال ينقل اخبارا خاطئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من كذب علي متعمدا، كان بيكلم اصحابه فليبتغوا مقعده من النار. ولا يعد دور الصحابة في نقل سنة النبي إلا في زمانهم والحجة في زمانهم، لأن لكل زمان حجة ينطق بحكم الله ويبين الناس الحكم وينفر الناس إليه من بقاع الدنيا لنقل علمه. لكن هي أخطاء متراكبة، زي ما تكلمنا في الأول إن الفقه والشريعة اللي بتنزل من عند الله ده لها في كل زمان فقيه يبين للناس حكم الله عز وجل وينقل العلماء لسائر الأمة في جميع بقاع الدنيا. فهم افترضوا قضية لا وجود لها أصلا. لو أنت كذبت الصحابة تبقى بتكذب مين؟ بتكذب الله. لو طعنت في الصحابة تبقى بتطعن في الدين، وكأن الدين هم الصحابة. لا، ده دين الله عز وجل هم آل البيت عليهم السلام. إني تارك فيكم من اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا يفترق حتى يرد علي الحوض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.